باجر من سبب ازمات البترول هذا الغلاء، تكلف لك سياره بذيك الطريقه شارع دب البترول ب30، يعني سبب الازمات هذا خلاني اخترع سياره، واخترعت سياره صغيره تسادي بترول كذا نمشي بها. والله تواجه صعوبات مثل الحديد هذا ومثل البتار وزي ما لا تحصل، والمسامير والمخارط الادوات ما تحصل شيء هنا، احنا بلاد الريف هنا ما نجد الا ها حاجه بسيطه اللي نجد. لو كنت مدينة تحصل والواحد يدعمك واحد، لكن ماشي بلاد هذا. طموح واحد والله أكون كيف يعني أصلح أخترع تجاوز أي حاجة من المراحل الصعبة، تكون تصلح أي حاجة تشتيها صلحها هنا بالعد ساحة تستورد ولا حاجة. والله بديت انا صغير هكذا، انا احب الاختراعات هذا واحب بديت اصلح وانا صغير كذا، هندس اطابز كذا اصلح مكان مواطير، بديت على احب الاختراعات هذا والفكر بس ماشي عندي امكانيات، ماشي الامكانيات ضعيفه، الامكانيات صعبه عندنا ما احصل اي شيء ولا حد يعطيك شيء هنا. اروح بقى للاسواق، اروح بقى اي مكان كذا الاسواق بعيد كذا، انا احمل بها عجور، احمل بها خضار، احمل بها اي حاجه كذا، جيب بها عجور، حطب زي ما الحطب زي ما المي، جيب مي، ازمات عندنا المي.